بيئة ثقافية معرفية فنية أنشئ هذا المكان، مؤسسة عبد المحسن القطان التي تعكس شخصية مؤسسها وتترجم سعيه المستمر في تشكيل المشهد الثقافي الفلسطيني. مؤسسة عبد المحسن القطان تحمل اسم عبد المحسن القطان طبعاً، وبالتالي هو المؤسس. عبد المحسن القطان وزوجته ليلى طول عمرهم بيأمنوا بالتعليم وبالثقافة وبدعموهم. فبال 93 عبد المحسن القطان وزوجته ليلى المقدادي القطان قرروا يمأسسوا عطائهم للتربية وللثقافة من خلال تأسيس هاي المؤسسة اللي حملت اسمهم أو اسم عبد المحسن القطان. بال 93 تم تسجيل المؤسسة في بريطانيا، لكن هي في الحقيقة باشرت عملها في فلسطين في 98، وتم تسجيلها كفرع لمؤسسة أجنبية في فلسطين في 98. من بداية عمل المؤسسة زي ما قلت الهم الأكبر كان التربية والثقافة. بمسيرة عمل المؤسسة تدخلت في قطاعات التربية والثقافة بطرق مختلفة. التدخل في الثقافة كان من خلال دعم المؤسسات والأفراد الفاعلين في الثقافة. من حيث التركيز كان الهم الأكبر هم الفنانين الشباب، ودعم طاقاتهم وإعطائهم البيئة لأنهم يبدعوا وينتجوا، خلينا نقول مش بدون رقيب لكن بدون مقيدات. وبالتالي كيف تم هذا؟ كنا وما زلنا بنقدم الدعم من خلال منح لأفراد، منح لمؤسسات، منح في قطاعات معينة. في كل فترة بنكون مركزين على موضوع معين، لكن بشكل عام منحنا وتدخلاتنا بقطاع الثقافة هي عابرة لكل التدخلات، يعني في الفنون البصرية، الفنون الأدائية، في الكتابة والأدب إلى آخره، وفي نفس الوقت هي بتوصل للفلسطينيين أينما كانوا. إحنا منتجه باتجاه تحقيق رؤيتنا بمجتمع يقدر المعرفة وينتج الفكر، وبالتالي إحنا بنشتغل مع المعلمين في منهجيات طورناها عبر السنين. حالياً فكرتها تتمركز حول ما يسمى الدراما في التعليم أو عباءة الخبير. المبنى اللي احنا فيه اللي هو مركز القطان الثقافي في رام الله مكون من 4 طوابق فوق الارض خلينا نقول، و3 طوابق تحت الارض. اخر طبقين فوق هم مكاتب الموظفين، عدا ذلك هي كلها مرافق عامه. ولما تم تصميم المبنى، لما فكرنا فيه حقيقه انعمل دراسه من خلال مستشار هندسي او صديق معماري خلينا نقول عبد المحسن القطان. وبالإضافة لاختيار المكتب الهندسي والتصميم كمان كان في دراسة لشو نوع الخدمات أو المرافق أو البنية التحتية الثقافية الموجودة في المدينة وما يحيط فيها. يعني شفنا شو في مسارح، شو في صالات عرض أو جاليريهات، إيش في قاعات، وبالتالي برمجة المبنى تمت لتتكامل مع الموجود حولنا. يعني لما ننزل على مسرح المؤسسة تحت، المسرح تبعنا صغير لأنه في مسارح كبيرة في المدينة. لما نروح على صالة العرض أو على الجاليري، الجاليري تبعنا كبير لأنه فيش جاليريات كبيرة في المدينة، وهكذا. Thank you.
مع بناء المبنى أو المركز الثقافي في رام الله، كمان المؤسسة أسست برنامج سمته البرنامج العام، اللي هو البرنامج المسؤول عن عرض الفعاليات للجمهور العام وعن برمجة هذا المبنى ونشاطاته. وهذا البرنامج العام جزء من النشاطات والفعاليات اللي بعرضها للجمهور العام بتم التفكير فيها وتصميمها داخل المؤسسة، وجزء آخر من الفعاليات بتم استضافة منتجات وفعاليات وأنشطة ثقافية أو تعليمية خارجية. فبالتالي إحنا هذا المبنى جزء منه منقدم الأسئلة أو المواضيع اللي إحنا مهتمين بطرحها على الجمهور من خلال الثقافة والفنون والأدب والتعليم، وجزء إحنا كمان منتيح المساحة للقطاع الثقافي إنه يستخدم هذا المكان لإنتاجاته. بالنسبة لمرافق المبنى، عدا عن المرافق الداخلية واللي راح أحكي عنها هلأ، إحنا عندنا مرافق خارجية اللي هي ساحات عامة وحدائق، وهي مفتوحة على مدار الساعة للجمهور، لأي حد مارق، لأي حد بحب يقعد يستمتع يشتغل إلى آخره، دائماً مفتوحة للجميع. في كل طابق في عنا شرفة، في عنا حديقة، في عنا أماكن للجلوس، في عنا أروقة داخلية، زي ما قلت كلها دائماً مفتوحة. مرات كتير إحنا بنستخدمها للنشاطات والفعاليات الخارجية اللي مثلاً بفترة الصيف بنحب تكون برا، أو بالذات كمان بفترة كورونا يعني كان في استخدام كتير كبير للفعاليات الخارجية أو المرافق الخارجية. بالنسبة لمرافق المؤسسة بشكل عام، في هذا المكان تجد كل الفضاءات المتاحة لإنتاج فرد مبدع متنور، منها مكتبة ليلى المقداد القطان، المسرح والساحات، الاستوديوهات والجاليري والمساحات العامة التي تعمل جميعها على إطلاق العنان لأفكارك. أنا شخصياً بالنسبة إلي أحلى مرفق حقيقةً، واللي لقينا تجاوب كتير حلو معه والناس عم تقبل عليه بشكل كبير، هي المكتبة. مكتبتنا إحنا دايماً كان في القطان مكتبة، وهاي المكتبة بالمبنى القديم أو قبل ما ننقل هون كانت المكتبة تابعة لبرنامج البحث والتطوير التربوي اللي هو تدخلنا في التعليم، وكانت متخصصة في العلوم الإنسانية. لما انتقلنا هون مكتبتنا تحولت إلى مكتبة عامة. المكتبة العامة هاي فيها مجموعتنا اللي كانت سابقاً، عم نطور فيها كمان ومنجيب عليها كتب لليافعين، للأطفال، للشباب، كتب أوسع في عالم الثقافة والأدب كمان. مكتبتنا في نفس الوقت تصممت على أساس أنه تأمن أماكن عمل للناس اللي بتحب تقعد وتشتغل. في عنا طاولات عمل في طوابق مختلفة، وعندنا غرف كمان للناس اللي بدها تشتغل كمجموعات، وفي غرفة مخصصة بالمكتبة كمان للأطفال. جاليري المؤسسة هي مساحته حوالي 410 متر مربع، وبفكر انه هو من اكبر صالات العرض في المدينة. وهذا الجاليري مصمم انه يكون فيه من 3 لـ4 معارض فنون بصرية سنويا. معارضنا بتم التفكير فيها وتصميمها داخليا من قبل برنامجنا العام، وبتحمل ثيمات او مواضيع مختلفة. بكل سنة عندنا معرض كبير بيكون مبني على سؤال بحثي أو موضوع أو ثيمة المؤسسة معنية فيها، وبكون صرنا سنة أو سنتين عم نعمل أبحاث، عم نعرض أفلام، عم نعمل محاضرات، ندوات، بنعمل شركات حول هاي الثيمة. ففي عندنا معرض كبير سنوياً. من ضمن مرافق المؤسسة كمان عندنا مسرح. مسرحنا مش كبير، مسرحنا بيقدر يستوعب لحد 120 شخص، لأنه زي ما بنعرف في مسارح كبيرة في مدينة رام الله بتقدر تستوعب نشاطات أوسع، ولما يكون في عنا إشي كبير نستخدم هاي المسارح. مسرح المؤسسة كمان مرة هو فضاء مرن. فضاء مرن بما معنى كيف؟ المسرح مناسب لعرض الأفلام، والمسرح مناسب للمسرحيات،
للعروض الأدائية، للموسيقى، للرقص المعاصر، لإطلاق كتب إلى آخره. مجهز من ناحية الصوت والضوء ليحتوي كل هاي النشاطات. في نفس الوقت مسرحنا الكراسي فيه ممكن الواحد يرجعهم لورا ويستخدم كقاعة كتير كبيرة للتدريب أو للاجتماعات أو لورش العمل. كمان في مبنى المؤسسة في عنا بيت ضيافة وعنا استوديو للفنون البصرية واستوديو للفنون الأدائية. بيت الضيافة عنا بقدم إقامة، منقدم إحنا عنا برنامج إقامة اللي بندعو فيه فنانين عالميين أو أجانب إنهم يجوا ويقيموا هون على فترات تتراوح 3-4 أشهر برضو حول ثيمة معينة، وبتم الإعلان عنها وبقدموا لها من الخارج. وهون إحنا بنستضيف في بيت الضيافة عنا فنانين أجانب، بس كمان إحنا عنا في بيت الضيافة بنستضيف في فاعلين ثقافيين وفنانين محليين من فلسطين. من منطلق عمل عبد المحسن القطان ورؤيته، التأثير الحقيقي على المجتمع والتغيير اللي بيصير فيه والبناء لفلسطين المستقبل بيصير عبر الثقافة وعبر التربية، التربية. وبالتالي هادو كانوا قطاعين العمل من البداية ولليوم. الشجاعة، قوة الشخصية والإحساس الوطني العميق هو يمكن هاي الثلاث أشياء اللي ممكن أحكي إنها شكلت أسس شخصيته. وسرعة الخاطر عنده كان روح نكتة كتير حلوة، مع الأسف كان معظم الوقت على حساب والدتي لأنه كان يحب يعني يمزحها ويلاطفها بشكل دائما متواصل يعني، وطبعا أصدقائه كمان. فهذه بعدين في عنده شغلة بشخصيته اللي يمكن ساعدت على نجاحه، هي قدرة الخلاصة. دايما كان يحب الخطوط العريضة، يكره التفاصيل، تفاصيل هو مش قوي فيها، يعرف انه هو قوي بالخطة العريضة بالاستراتيجيات، بس اما تجي تحكي له بالتفاصيل ما له ولا عنده موهبة بهالشيء. فهذا اعطى، جعل منه اداري كتير قوي، عنده قدرة على تنظيم هذا، وهذا ساعده في أنه لما ترك التعليم بالكويت وراح اشتغل في وزارة الطاقة والكهرباء والماء كان اسمها في الكويت، بسرعة بيّنت قدراته، مع أنه هو مش مهندس، في التنظيمية والإدارية. وهذا كمان ساعده بعدها ب10 سنين لما انتقل للقطاع الخاص وأنشأ شركته الخاصة للمقاولات. في تأثير خفي يمكن، وهلا يعني مش خفي بمعنى سري، لكن يمكن هو التأثير الأكبر على التوجه المؤسسي اللي هو قادم من والدتي أكثر يمكن من الوالد، لأنه هي كانت ثقافتها كتير أوسع، لكن هو فهم بسرعة أهمية هاي العناصر واستثمرها ودعمها. نحن وصغار ما كانش في حدود على شيء واحد بس هو الكتب، يعني البوكيت ماني تبعنا طبعا له حدود وقوانين، لكن اذا موضوع شراء الكتب ما كانش في حدود، لانه كان عندهم بالنسبه لاهلي وجيل، يمكن كل جيلهم كان نوع من التقديس للعلم.
فصحيح المؤسسة تحمل اسمه، لكن الآن خصوصاً مع تسمية المكتبة هنا في رام الله على اسم الوالدة ليلى المقدادي، أعطينا يمكن الحق الأكبر للدور الأساسي اللي هي لعبته. لذلك تسمية المؤسسة هو مش شخصني، لكن لأنه هو كان الشخص الأساسي وراء العمل فيها. كان التساؤل الأساسي اللي أدى لإنشاء المؤسسة هو يمكن إنه المأساة والمشكلة هي في الثقافة تبعتنا. الثقافة مش بمعنى بس الأدب والموسيقى، الثقافة بمعنى الأخلاقيات أو الأخلاق، المواطنة، المعاملة مع الآخر، كل هاي الأشياء الأساسية الفكرية الفلسفية القيمية خلينا نقول، وإنها بحاجة لثورة، بحاجة لتغيير جذري. هذه يمكن مقولة عامة لها أبعاد كتير، بس هي كانت نقطة البداية. هو ما تدخل بأبعاد هذا التساؤل، طرح التساؤل وقال أنا بدي أعطي الإمكانية أنه نعمل مؤسسة اللي تعمل في الثقافة والتربية اللي تطرح هاي التساؤلات وتساعد المجتمع الفلسطيني على أنه يجاوب عليها. كيف؟ حكينا مع عدة يعني أشخاص من ذوي الفكر والاختصاص، الأصدقاء، طبعا تشاورنا مع المجتمع بأقطابه المختلفة. لا طورنا أول إشي فريق، إنه كنا بالأول شخصين أو ثلاثة، بعدين لقدرنا نبلور برنامج من جهة في الثقافة والفنون، ومن جهة في التعليم، ومن جهة في الطفولة. كان عبد المحسن القطان يقول أن فلسطين جزءاً لا يتجزأ من الامتداد الفكري للثقافة العربية، ولكي تستحق مناضليها وما قدموه من تضحيات عليها أن تكون عنصراً حياً في المشهد الثقافي العالمي، وهذا ما تسعى إليه اليوم مؤسسة عبد المحسن القطان.